اذا وقف العباد على الصراط والصراط جسر مضروب على حافة جهنم. روى الامام مسلم انه احد من السيف وارفع من الشعرة، لكنه يتسع على حسب الاعمال. وقد ورد ان عمار المساجد تعبر بهم المساجد الصراط الى الجنة. اذا وقف العباد على الصراط نادى الله، نادى الله وقال انا الله، انا الملك، انا الديان. أنا الله، أنا الملك، أنا الديان، أنا الله، أنا الملك، أنا الديان، أنا الديان، وعزتي وجلالي وجلالي لا يغادر هذا الصراط احد من الظالمين. من الظالمين اين اذا يذهبون؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اين الظلمة؟ اين اعوان الظلمة؟ اين من برى لهم قلما؟ من برى للظالم قلما ليكتب به الظالم يحشر معه الى جهنم. اين من برى للظالم قلما؟ اين من ناول الظالم دواتا؟ دوات حب ليكتب منها الظالم. اين؟ ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. من المنتقم؟ من الجبار؟ من الحق؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الحكيم؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعصي؟ من المانع؟ من المعز؟ من المذل؟ من ملك الملوك؟
من القاهر فوق عباده؟ من الواجد؟ من الصمد؟ من الفرد؟ من الاحد؟ من الاحد؟ من القوي؟ من المتين؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الخلاق؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من السميع؟ من البصير؟ من الولي؟ من الغني؟ من القوي؟ من العلي؟ من الحكيم؟ من المقيت؟ من الظاهر؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الغفور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي إلهي إلهي، قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يا الله 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 يا إلهي، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. إلهي إلهي يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا من يرى يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. أنت الرقيب لكل ما يتوقع، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله تشتاق النفوس لرؤياه،
وتبتهج الارواح لنور محياه. لما حضرت بلال ابن رباح الوفاة قامت زوجته تقول وا مصيبتاه فنظر اليها بلال وهو في سكرات الموت وقال لها بل قولي وفرحته غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله الله. نعم يا بلال، نعم يا مؤذن المصطفى، قولي وفرحتاه، لا تقولي ومصيبتاه، انما قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وهل بعد محمد وصحبه احبه؟ لا سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور، القلب مسرور بذكر محمد، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ايها الاخوة الاعزاء، ما اشد حاجة المسلمين الى ان يفهموا اسلامهم. منذ ايام التقيت مع بعض الاخوة ودار بيننا حديث، رأيت من الأمانة أن أعرضه على حضراتكم اليوم، والحديث يحتاج إلى أن تفتحوا لي القلوب قبل العقول، فإنه حديث من القلب إلى القلب، وما خرج من القلب وصل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 59 بعد 100 الثالثة
اعرض على حضراتكم ما دار بيني وبين احد الاخوة. كان هناك شاب اعرفه ايام كنت خطيبا متجولا في المساجد، وكان هذا الشاب يصاحبني في اداء الصلوات، وتخرج في احدى كليات الجامعة، تخرج في كلية عملية، ثم دخلت السجن ففرق السجن بيني وبينه. ولما خرجت من السجن سألت عنه، اين فلان؟ فقيل لي انه ذهب الى امريكا ليدرس الدكتوراه. ومرت الايام ودارت الارض حول الشمس مرات ومرات، وكرت الاعوام ولم اره حتى الان منذ 12 سنة. ومنذ ايام قلائل لقيت بعض الاخوة الذين تربطهم به صلة وثيقة، فسألتهم كيف حال فلان، الم تروه؟ فقالوا لقد حضر من امريكا الى مصر منذ شهر مضى. كيف حال اسلامه؟ كيف حال ايمانه؟ فقالوا لا تسأل عن اسلامه ولا تسأل عن ايمانه. قلت اي شيء حدث؟ قالوا عندما ذهبنا الى مطار القاهرة لنستقبل الطائرة التي يستقلها، وعندما وضع قدمه في ارض المطار قال لهم سامشي معكم بشرط الا تكلموني عن 3 اشياء. قلت لعله لا يريد الكلام في السياسة او في الاقتصاد او عن الاحزاب، لكن المسألة كانت ادهى من ذلك وامر. قالوا له وما هي الاشياء 3؟ قال انها 3 لا اؤمن بها لانها خرافة: الله والصلاة ويوم القيامة. ان المسألة خطيرة، وخطيرة جدا. الشرق والغرب متفقان على حرب الاسلام، ولكل اسلوبه. فالشيوعية اذا حاربت الاسلام حاربته بالسجون والمعتقلات وحبال المشامخ، حاربته بالحديد والنار. وامريكا اذا حاربت الاسلام حاربته بالشهوات والملذات، حاربته بالنساء، حاربته بالملاهي، حاربته بالاعلام،
حاربته بالتلفزيون، حاربته بالسينما. روسيا قبضتها من حديد، وامريكا قبضتها من حرير. وكلا الحديد والحرير يشنق ويميت ويقتل. تعالوا معي الى هذا الذي لما تذكر قد كفر، انه تزوج بامريكية وانجب منها اولادا ثلاثة، وقبل ان ارد على سيادة الدكتور الذي دخل بيته وهو ظالم لنفسه واغتر بماله واغتر بعلمه وقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، انني اقول له غدا ستقلب كفيك على ما انفقت فيها وحياتك خاوية على عروشها، وسوف تقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. سيادة الدكتور، انني من هذا المكان اضيء نورا احمر اضع على معالم الطريق مؤشرات خطيرة لشبابنا، فاليهود والشيوعيون والصليبيون، هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الربا وملوك الاعلام، واول من فتنوا العباد بالنساء، والشيوعية الحمراء بينها وبين الاسلام فأر، والصليبية الحاقدة لا تنام عن الكيد للاسلام. الافاعي السود والثعالب الحم والخنازير البيض، الافاعي السود الخنازير البيض الثعالب الحم. تعال يا بص، هتنكر ان للكون الها خالقا؟ هتنكر ان للكون الها؟ اسمع معي اولا ما قاله الله جل جلاله في صحف ابراهيم. اسمع يا دكتور، يا خواجة عبد الله، اسمع. يقول تعالى في صحف ابراهيم: عبدي انظر الى السماء وارتفاعها، والى الشمس وشعاعها، والى البحار وامواجها، والى الافلاك ومدارها، والى الارض واتساعها، والى الجبال وشموخها، والى كل ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي اذكرك وتنساني؟ عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا تخشاني. لو امرت البحار لاغرقتك في معينها،
ولو امرت الارض لاتبعتك في بطنها، ولكن اؤخرك الى اجل اجلته والى وقت اقدته، ولا بد لك ولكل نفس من الورود علي والمرور بين يدي. اذكرك اعمالك واعد عليك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وادركت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوزار، ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. اسمع يا خواجة، اسمع اسمع الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت. وقد مر ذات يوم بامرأة عجوز اراد ان يختبر ايمانها. لم تذهب العجوز الى امريكا ولم تتوجه الى موسكو، انما كان لسان الفطرة هو الذي يجيب. اراد الامام ان يختبر ايمانها فقال لها: يا عجوز، ما الدليل على وجود الله؟ فنظرت العجوز الى ابي حنيفة وقالت: يا هذا، ان الاثر يدل على المسير وان البعرة تدل على البعير، سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ الا يكفي كل هذا على وجود الحكيم الخبير؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فانظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى الليل، فمن اوجد فيه قمرة وزانه بانجم كالدرر المنتثرة؟ ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر الى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ من شق فيه بصره؟ من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة؟ انظر الى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشرارة؟ الشمس والبدر من ايات حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج سبحه والطير كبره والوحش مجده والبحر ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف شكرانا لنعماه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس انساه. سل الواحة الخضراء
والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهرة والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ثارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لو جن هذا الليل، لو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. يا سيادة الدكتور، ان اكبر عالم في الرياضة وهو ألبرت أينشتاين، وهو أول من عرف الطاقة وقال إنها حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء، وسرعة الضوء تساوي 186,000 ميل في الثانية، أو 300,000 كيلو مترا في الثانية الواحدة. هذه العقلية الرياضية. عندما مات أينشتاين وهو على فراش الموت، قال: يكفيني أنني استفدت من علمي هذا شيئا واحدا. قالوا له: وما هو أيها البروفيسور؟ فقال: يكفيني أنني استفدت من علمي هذا، أن للكون إلها واحدا حكيما عليما. فمن أنت؟ من أنت إذا قسناك بأينشتاين؟ ما تساوي؟ وكم تساوي؟ إنني أسوق إليك قصة حياتي، ثم بعد ذلك أضعك في قفص الاتهام لأسألك هذا السؤال من منصة القرآن الكريم. ولست قاضيا ولن أنصب نفسي أمامك قاضيا، إنما القاضي هو الله، هو الذي يفصل في القضايا، هو علام الغيوب. فأضع قصتك أمام العباد جميعا. هذه القصة: من أنت؟ وأين خلق؟ أين خلق؟ ومن الذي كان يمدك بالغذاء والأكسجين؟ وكم كان وزنك عندما ولدت؟ وما هي الأجهزة التي جهزك الله بها يوم ولدت؟ وكيف حالك عندما ولدت؟ من أنت؟ أما من أنت فأنت كائن منوي لا يرى بالعين المجردة، إنما يرى بالمجاهر الإلكترونية. من أين جاء هذا الكائن المنوي يا دكتور؟ جاء هذا الكائن المنوي ضمن دفقة منوية تشتمل القذيفة الواحدة منها على 200 مليون حيوان منوي. اسمع، اسمع يا دكتور. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق أرضا وسماء، وفي عالم النبات خلق الخلايا مذكرة ومؤنثة، وفي عالم الإنسان خلق الخلايا مذكرة ومؤنثة، وفي عالم الجماد خلق الذرة سالبة وموجبة، إلكترونات ونواة، والإلكترونات تدور حول النواة، إلكترونات عبارة عن كهارب سالبة، وداخل النواة توجد الجسيمات الموجبة، هذه زوجية وتلك زوجية، النبات زوجان والإنسان زوجان والكون زوجان والجماد زوجان، أما الواحد الذي لا زوج له فهو الواحد. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. عالم الذرة، عالم الذرة مما لا يعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، لا تفروا من الله، فروا إلى الله. يا من تذهبون إلى الشرق مرة وإلى الغرب مرة فيجرون لكم عمليات خطيرة تسمى غسيل المخ، لأن شبابنا عندما يغادر بلادنا لا يحمل معه كرات الدم البيضاء التي تقاوم الميكروبات، لا يحمل في دمه المناعة، ليس معه في دمه كرات دم بيضاء تعلن حالة الطوارئ عندما يغزو الجسم ميكروب، فتشتبك معه في معركة حامية دفاعا عن الجسم، وكرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الاول. لكن شبابنا او الكثير منه عندما يذهب الى موسكو او عندما يذهب الى امريكا او الى اوروبا يذهب ضعيفا، لا مقاومة ولا مناعة ولا عقيدة. اسمع يا رب، قذيفة منوية قذفها أبوك في رحم أمك، أين هذه المصانع التي صنعت فيها يا دكتور؟ هل صنعت في مصانع الذرة؟ أو هل صنعت في مصانع الأجهزة الدقيقة؟ إن المصانع التي صنعنا فيها لم يكتب فوقها صنعت في ألمانيا ولا في إنجلترا ولا في واشنطن، إنما كتب فوقها كن فيكون. اسمع، قذيفة منوية في رحم، وما هو الرحم؟ كيس عضلي كمثري الشكل، كيس عضلي ينقبض وينبسط على شكل الكمثرى، ما طوله 7 سنتيمتر، ما عرضه 5 سنتيمتر، ما سمكه 2.5 سنتيمتر، اين يقع؟
في المحلة الكبرى في شبرا الخيمة في حلوان، أين يقع؟ خلف المثانة أمام المستقيم، صبت القذيفة في رحم مظلم ولم ينجح من هذه الملايين المملينة من الكائنات المنوية إلا كائن واحد بإذن الواحد. التقى هذا الكائن طويل الذنب مفرطح الرأس يسبح في ماء الرجل كما تسبح السفينة على صفحات البحار. كيف وجد البويضة؟ كيف رآها في تلك الظلمات؟ وكيف اخترقها؟ ان الامة تفرز كل 58 يوما تفرز البويضات في الرحم، والرحم مظلم ليس فيه اشعة وليس فيه ضياء، فكيف استطاع هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا دكتور؟ من الذي هداه الى البويضة الصغيرة؟ من الذي هداه بويضة الام؟ ولما تم الاخصاب تعلق في جدار الرحم، والله تعالى جعل جدار الرحم كالاسفنج يمتص دماء الام، واخذ الكائن مع البويضة يحفر في جدار الرحم ليتغذى على الماء الذي اختزنه الجدار. ولما تم الاخصاب بينهما صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض ان يمتنع عن النزول. لماذا؟ لماذا يا الهي؟ لاننا سنعد لهذا الجنين الضعيف غرفة صالون من الدماء، سنحيطه بالدماء حتى اذا ما اصطدمت الام بجسم صلب او سقطت على مكان قاس فان هذا الدم سيكون بمثابة السست التي تمتص المطبات حتى لا يؤذى الجنين، حتى لا تؤذى، حتى لا تؤذى. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم ماذا؟ كيس عضلي ثم تريوشات خلقنا فيه، ثم تحول بعض دم الحيض الى معامل التكرير ليخلصه الله من الميكروبات والاذى ويمدك به خالصا سائغا للشاربين. وانت تنمو شيئا فشيئا، جلست القرفصاء في رحم الام، وضعت وجهك الى ظهرها ووضعت وجهك بين كفيك، فانتظروا اصدار الاوامر بالمغادرة فورا من الله، ولا تستطيع النزول ولا العبور من هذا المضيق الا باذن من يقول للشيء كن فيكون. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. الا بعلمه. اسمع يا سيدي،
قصتك، أنت معجزة، أنت معجزة في المعجزات. من الذي أمدك بالغذاء وأنت في الرحم؟ غذاك ربك بغذاء أمك. من الذي أمدك بالأكسجين وهو العنصر الفعال؟ من الذي أمدك بالأكسجين؟ إنه الله. اسأل نفسك، من الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في الرحم صيفا وشتاء وليلا ونهارا، بينما العباد يرتعدون من شدة البرد شتاء، أنت في رحم الأم كيف الله لك الرحم، لا تشعر بالبرد، وبينما الناس يتلظون بحر شمس الصيف أنت داخل الرحم لا تشعر بالحر أبدا. من الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في الرحم؟ ثم ماذا؟ يوم ولدت كان وزنك 800 أرطال. اسأل نفسك، من الذي جعل هذه الأرطال 8 تعبر من الرحم إلى هذه الدنيا وأنت تعلم أن الطريق ضيق ضيق؟ أمر الإله الرحم أن تتقلص عضلاته لأنك أصبحت ضيفا ثقيلا على عالم الأرحام، فتقلصت عضلاته ودفعت إلى هذه الدنيا. اقرأ معي قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. هذا المضيق يسره الله. ثم بعد ذلك اسأل نفسك يا دكتور، جهزك الله بشيء يسمى القناة الهضمية، يوجد بجانبه شيء يسمى القصبة الهوائية. القناة الهضمية والقصبة الهوائية كلتاهما يجاور بعضه بعض. القناة الهضمية عضو في الجهاز المركزي للهضم، والقصبة الهوائية عضو في الجهاز المركزي للتنفس. لو ان لقمة الطعام او جرعة الماء اخطأت طريقها وسقطت في القصبة الهوائية التي تجاور القناة الهضمية لمت على الفور. فما الذي نظم المرور في هذه المنطقة؟ من الذي نظم المرور في منطقة أشد تعقيدا من منطقة الإسعاف؟ جعل الله لك جنديا ينظم مرور الماء والطعام على هيئة قطعة من اللحم تشبه اللسان، فإذا ما أكلت أو شربت إذا بهذه القطعة التي تشبه اللسان تسد القصبة الهوائية حتى يمر الطعام والشراب بالقناة، القناة الهضمية. ومع ذلك ما سمعنا أن هذا الجندي للمرور قد أعطى مخالفة واحدة للقمة طعام أو شربة ماء، ما أعطاها مخالفة.
عندما تنزل اللقمة او الشربة اذا بجندي المرور يغلق امامها القصبة الهوائية. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اخبرني يا دكتور، اخبرني واجب على هذا السؤال. قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ اخلقت من غير شيء؟ اخلقت من العدم؟ الم يصورك الله في رحم امك في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشينة وظلمة جدار البطن؟ لم يصورك في الاشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء ولا السينية او اللاسلكية، انما صورك في ظلمات بعضها فوق بعض. لم يكيف الرحم بالاضواء ولا بالاشعة حتى لا يؤذي الشعاع بصرك، فبصرك لا يحتمل الضياء. جعله مظلما ليورثك الهدوء في الاعصاب. من الذي صورك؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. ام خلقوا من غير شيء؟ لا. اخلقت من الهواء؟ هل استيقظنا صباحا فرأيناك قد خلقت بدون ابوي؟ هل استيقظنا في الصباح فوجدنا ان السد العالي بأسوان قد بنى نفسه بنفسه؟ ان خروشوف الزعيم الشيوعي الاحمر عندما التقى بالرئيس العراقي عبد السلام عارف، ووقف عبد السلام عارف يخطب امام السد العالي، فقال صدق الله العظيم اذ يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، غضب خروشوف وظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال بالحرف الواحد: أبعد أن نبني لكم السد ونقيم عليه المحولات ونتعب كل هذا التعب تقولون بعد ذلك الله الله؟ من الله؟ خروشوف يغضب لأن أحد المسلمين أسند الأمر إلى الله. خروشوف هو الذي بنى السد وينكر الذي بنى السماء والأرض. ما يكون سدك؟ ما يكون سدك يا خروشوف؟ سد الله عليك أبواب رحمته يا ملك. عندما هبط رائد الفضاء الروسي جاجارين التقى بالصحفيين، قالوا له ماذا رأيت في سفينة الفضاء؟ قال جاجارين: لقد نظرت من فتحة السفينة فوجدت الارض كرة معلقة في فضاء رهيب رهيب، فسألت نفسي من الذي امسك بها في هذا الفضاء الرهيب، فعلمت ان للكون خالقا. فعندما علم خروشوف بما قاله جاجارين التقى به وقال: ان لم تغير كلامك فهناك معتقلات سيبيريا
واذا بخروشوف يلغي ما قاله جاجارين ويعقد له مؤتمرا جديدا قال فيه جاجارين: لقد ذهبت في سفينة الفضاء لأرى الله، أبحث عن الله فلم أجد الله. وظن جاجارين أن الله تعالى تدركه الأبصار. اسمع يا جاجارين، من الذي نظم الأفلاك في مدارها؟ سيقول لك قانون الجاذبية. فقل له: من الذي خلق هذا القانون؟ هل انت ترى قانون الجاذبية؟ هل تحسه؟ هل تمسك به؟ بل اسمع يا جاجارين، ان كنت تريد ان تعترض على الله، ما هو الاثير؟ ما هو الاثير الذي يملأ الدنيا، يملأ سمعها وبصرها، يملأ سمعها عندما تفتح المذياع، واملأ بصرها عندما تفتح التلفزيون؟ ما هو الاثير يا جاجارين؟ ان كنت رجلا فعرف لنا الاثير. ان عالم الطبيعة ماكسويل عندما اراد ان يعرف الاثير قال لنا انه وسط غير مادي افترض وجوده تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية. هل يرى؟ لا. هل يحس؟ لا. هل يوزن؟ لا. ما حجمه؟ لا حجم له. فاذا كان الاثير وهو المخلوق لا يرى، فما بالك بالخالق جل جلاله؟ لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. يا دكتور، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ولما انكر جاجارين ان الله هو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا احترق بسفينته، صعد في السفينة فسقطت به محترقة. مثله في ذلك كمثل فرعون، كان يقول: وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوق وغرق. دكتور، لي معك لقاء بعد جلسة الاستراحة حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا او من خلفنا. ايها السادة الاعزاء، اعود بكم من هنالك حيث امريكا الى هناك حيث دكتورنا وامثاله الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الفرضان باطلان، لم نخلق من غير شيء ولم نخلق انفسنا. اسأل نفسك هذين السؤالين: أخلقت من غير شيء؟ لا. أأنت الذي خلقت نفسك؟ لا. إذا لابد لك من خالق. يقول الفيلسوف الفرنسي
رينيه ديكارت، وهو يثبت ان للكون الها خالقا متصفا بالكمال والجلال والجمال. يقول ديكارت: انا اشك، اذا انا افكر، اذا انا موجود، من الذي اوجد؟ بحثت عن الوجود فلم اجد الا انا، انا مخلوق، من الذي خلقني؟ لا يعقل ان يكون الذي خلقني اقل مني، لان الاقل لا يقوى على خلق الاعلى، ولا يمكن ان يكون الذي خلقني مثلي، لانه لو كان مثلي لماذا خلقني هو ولم اخلقه انا؟ اذا بقي فرض واحد، ان الذي خلقني اله كامل، اله كامل. ولذلك فان العلماء والحكماء والفلاسفة عندما ارادوا ان يركزوا الادلة على قضية الالوهية قالوا ان هناك دليلا له عنوان كبير، هذا العنوان اذا اردت ان تقرأه فهو دلالة الاثر على المؤثر، دلالة الاثر على المؤثر. الدخان يدل على ان هناك نارا، الصوت يدل على ان هناك صاحبا له، دلالة الاثر. وتحتها تندرج الادلة الاتية: دليل التكوين، ودليل الترابط، ودليل العناية، ودليل الاثقال، ودليل الوجوب، ودليل الكمال. اما دليل التكوين فانظر يا دكتور مما يتكون جزيء الماء، من يد اثنين الف، ذرتان من الايدروجين وذرة من الاكسجين. الايدروجين غاز مشتعل، والاكسجين غاز مكون على الاشتعال، هذا مشتعل وذاك يقوي على الاشتعال. من الذي خلق منهما الماء؟ انه الله، انه الله. وخلقه بميزان ومقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه، انا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر الى الهواء، دعك من الماء وانظر الى الهواء، اكسجين، ثاني اكسيد الكربون، بخار الماء، نيتروجين. النيتروجين لا يتحد بشيء حتى ولا بالاكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء. بينما قال العلماء الطبيعيون انه من الممكن ان يتحد النيتروجين مع الاكسجين بتمرير شرارة كهربائية، بتمرير شرارة بينهما ممكن ان ينتج لنا اكسيد الازوت، وهو عبارة عن حمض لو سقط في الماء لغير طعم الماء، حمض الازوت. الله تعالى جعل الماء ينزل من السحاب ويحمله الهواء، والهواء يحتوي على النيتروجين وماء المطر ينزل، فمن الذي حجز النيتروجين ان يسقط في ماء المطر فيفسده؟ قل لي برب، من الذي عدل الشرارة الكهربية المشحونة في السحب
من الذي عدلها حتى لا يحدث اتحاد بين الاكسجين وبين النيتروجين؟ افرايتم الماء الذي تشربون؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. جعلناه اجاجا، جعلنا النيتروجين يتصل بالاكسجين وينتج لنا حمض الازوت الذي لا يصلح لا للطعام ولا للشراب ولا للحيوان. من الذي نظم الكون هذا النظام البديع؟ انظر، تأمل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بابصار هي الذهب السبيك على قدم الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، قاعدة من قواعد الطبيعة. المادة اذا تجمدت زادت كثافتها. ان كنت يا دكتور عندك شيئا من العلم فقل لي، لماذا استثنى الله الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ لماذا الماء بالذات؟ كل مادة اذا تجمدت تزيد كثافته الا الماء بالذات. اتدري لماذا؟ لان الماء لو زادت كثافته فسيكون في قاع البحار يكون قمما من جبال الثلج فيعوق الملاحة ويقتل الاحياء في الماء، لكن الله جعل الماء تخف كثافته اذا تجمد ليطفو على السطح فتغافله اشعة الشمس فتذيبه فتجعله ماء حتى لا يعوق الملاحة ولا يقتل الكائنات الحية. وحدوا من لا يصل ولا ينام. قل يا دكتور، المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. وانت تعلم ان النجوم مواد ملتهبة والشمس مادة ملتهبة، فلماذا مضت عليها مئات الملايين من السماء من السنين ولم تفقد من كتلتها شيئا؟ من الذي امسك عليها كتلتها؟ من الذي يضيء لنا النجوم؟ الذرة، الايدروجين، الانفجارات التي تجري داخلها، من الذي يضيء لنا النجوم؟ ان كنت يا دكتور عندك شيء من المعلومات فخبرني بربك كم عدد النجوم. عدد النجوم كعدد ذرات الرمال التي تحيط بشواطئ البحار. ما نسبة الارض التي نعيش عليها بالنسبة للنجوم التي فوقنا؟ يقول البروفيسور جيمس جينزي استاذ علم الفلك في جامعة كامبريدج بانجلترا، ان عدد النجوم في السماء كعدد حروف مكتبة مكونة من نصف مليون مجلد. مكتبة فيها نصف مليون مجلد، عدد حروفها يساوي عدد نجوم السماء. اما الارض التي نحيا عليها ويمشي عليها دكتورنا منكرا وجود خالق الاكوان، هذه الارض التي تحمل الظلمة والملحدين بالنسبة للنجوم كنقطة على حرف في هذه المكتبة. كنقطة النون، النون عليها نقطة فوقية
هذه النقطة هي الأرض بالنسبة لمكتبة فيها نصف مليون مجلد. فمن الذي كون المكونات؟ أكسجين وهيدروجين. من الذي أوجد الترابط بين السماء والسحاب والأرض لينبت النبات؟ دليل العناية. يقول شيخ فلاسفة اليونان سقراط: بحثت عن الحكمة الإلهية فوجدتها في العين الباصرة، عين الإنسان التي يرى بها. هذه العين جسم حساس. لما كانت جسما حساسا أحاطها الله بالجفنين حتى لا تتأثر بحر الصيف أو برد الشتاء. ولما كان الجفنان لا يمنعان تسرب الأتربة جعل الله للعينين منخلا ينخل ذرات التراب والرموش، رموش العين. ولما كان العرق ينزل عليها من الجبهة وضع الله فوقها الحاجبين. فمن الذي كون هذه كلها بعناية؟ انه الله. فعلم ان هذه الحكمة لا يصنعها الا اله حكيم. اننا ما عرفنا التقدم الا عندما عكفنا على دراسة نبيكم. يؤسفني يا اخي المصري ان يكون جسد الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا. جسد الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا. معشر الاخوة الاعزاء، انها المأساة، وان شئتم فقولوا انها الملهاة، انها المأساة على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه في الكفر والالحاد. حصنوا اولادكم بالعقيدة، حصنوهم بقراءة القرآن. اللهم اعز اسلامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا في كل مكان. انصرنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الايمان. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا يسأل هو على رؤوس الأشهاد حتى لا يفضحه. السؤال بينه وبين ربه على انفراد: عبدي. المولى يسأل والعبد يجيب: عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ ولماذا يسأله الله ما دام الله بكل شيء عليما؟ لماذا يسأله وهو العليم بكل شيء؟ يسأله حتى لا يظن العبد ان الله قد نسي ما قدمت يداه. لا، وكل شيء احصيناه كتابا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. عبدي، عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا؟
يجيب العبد نعم يا رب، لا داعي للإنكار. فأمام من ينكر وعلى من يكذب، على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، على من؟ عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ نعم يا رب. الرب يقول سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسطرها عليك. أنا اليوم أسطرها عليك. أنا اليوم أسطرها عليك فيعطى كتابه بيمينه. إلهي إلهي يا رب، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف. فعلنا خطايانا، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو؟ من غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة فيقول: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فإذا تلاها كانت له الله. الله. ايه يا رسول الله؟ من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. القرآن، القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، ومحمد قرآن يمشي بين الناس. سيدي أبا القاسم، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني وغمي، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا داعيا للواحد الديان، يا Thank you.
صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تعرضون لا تخفى منكم خافية. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى عالم القبور ثم إلى عالم الآخرة. ومع الدرس 71 و200 فإذا نفخ في الصور الفاء هنا للاستئناف أي أن القرآن بدأ مرحلة جديدة من صورة الحاقة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. والنفخ معناه إخراج الهواء من الفم والصور هو البوق الذي له صوت عال. وإنما قال نفخ في الصور ولم يقل فإذا نفخ إسرافيل في الصور. انما بنى الفعل للمجهول اي لما لم يسم فاعله لان الفاعل معروف وهو اسرافيل. واذا كان معروفا فلا داعي لذكره لان المقام ليس مقام فاعل انما المقام مقام مهيب ورهيب. فالناس تحت التراب نائمون كل في مكانه منهم من حفرت له حفرة في جهنم ومنهم من أعد له مقعد صدق عند مليك مقتدر. والأمر يومئذ لمن؟ الباعث من؟ الوارث من؟ الرحيم من؟ الرحمن من؟ العالم من؟ الإله من؟ الملك من؟ القدوس من؟ السلام من؟ المؤمن من؟ العزيز من؟ الجبار من؟ المتكبر من؟ الخالق من؟ البارئ من؟ المصور من؟ الرافع من؟ الخافض من؟ الباسط من؟ القابض من؟ المعز من؟ المذل من؟ المحيي من؟ المميت من؟ مالك الملك من؟ الله الله. الله الله الله. نفخة واحدة لا تحتاج إلى تكرار ولا إعادة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن
فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ مبني للمجهول ونفخة نائب فاعل، وواحدة صفة لنفخة، وفي الصور متعلق بنفخ والجملة في محل خفض فعل الشرط. إذا فأين جوابه؟ جوابه سيأتي فيما بعد. قال تعالى: وحملت الارض والجبال. الارض التي نحيا عليها ونعيش فوق ارضها تحمل من مكانها، وتنفصل الجبال عنها فتدكها الجبال وتدك هي الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا امتا. الجبال تنفصل، واذا الجبال نسفت وتدك لتسوي ما بها من اعوجاج وانخفاض وارتفاع، فتسويها. وعندئذ يقول تعالى: فدكتا، اي دكتا دقا ودكة واحدة. نعم، ايامنا خمسة: يوم مفقود وهو الذي مضى وانقضى ولن يعود الى يوم القيامة، يوم مشهود وهو اليوم الذي نحن فيه الان، يوم مورود وهو الغد الذي لا يعلم ما فيه الا الواحد المعبود، يوم موعود وهو اليوم الذي تدخل علينا فيه ملائكة الموت. يوم يلتقي العبد بخالقه، وخروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. وعندما تكون النفس نفسا طيبة تحضرها الملائكة ومعها كفن اخضر من سندس ومعها الروائح الطيبة، من الجسد الطيب الى روح وريحان ورب غير غضبان. الى روح وريحان ورب غير غضبان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. تحمل الملائكة هذه الروح الطيبة وتعرج بها إلى السماوات العلى، وكلما مرت بسماء شمت ملائكة السماء ريح طيبها إلى أن يصلوا بها إلى المقامات العلية وإلى الطلعات السرية وإلى الأنوار البهية، فينادي عليها مالك الملك: أدخلوا روح عبدي في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب. أما إذا كانت نفسا ظالمة قالت الملائكة: اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، وتستعيذ الملائكة بالله من نتن ريحها، يقول لها مولانا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. من الذي سيذهب معها ليدافع عنها او يترافع لها؟ من الذي سيمدها بدفتر الشيكات لتدفع الرشوات؟ ان الله تعالى حسم هذا الامر حسما قاطعا فقال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. جئتم الى الدنيا حفاة عراة ولقيتم الله حفاة عراة، لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان ولا قصور ولا استراحات، انما الاستراحات هناك. الدنيا مهما اعطت فهي اخذة، ومهما اقبلت فهي مولية، والدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. الدنيا اذا حلت او حلت، الدنيا اذا كست او كست، الدنيا اذا جلت او جلت، الدنيا اذا اينعت نعت. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. اليوم الموعود يوم يبدأ من الموت وينتهي يوم القيامة. اليوم الموجود، اليوم الممدود، يوم ينادي الاله الخالق لمن الملك اليوم.
لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد الذي لا شريك له، لله الواحد القهار الذي لا يقهر أبدا، لله الواحد الواجد الماجد، لله السميع البصير العليم الحليم الكريم الغفور الودود، لله ذو العرش المجيد، لله ذو البطش الشديد، لله الذي لا يغفل ولا ينام، اليوم الممدود. فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، إذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وقعت الواقعة وإقامة القيامة، فاسمها الحق واسمها القارعة واسمها الواقعة، وكل الأسماء تعطيها صفة الثبات وصفة الوقوع والتحقق، لا مرد لها من الله. ثم ماذا؟ الارض دكت مع الجبال دكة، فماذا عن السماء؟ انشقت السماء، تشققت، مع ان الله يقول عنها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وهو الذي قال تبارك الذي بيده الملك وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من عيب فارجع البصر هل ترى من فطور ارجع البصر إلى السماء هل ترى في السماء فطورا أي شقوقا هل في السماء شق واحد هل السماء في حاجة الى تنكيس او ترميم او تصريح اسمنت وحديد هل السماء في حاجة الى ان تنكس ويعاد بناؤها ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين اي مرة بعد مرة يعود اليك البصر وينقلب خاسئا ذليلا وهو حسير حيي مقر بوحدانية من خلق كل شيء فقدره تقديرا ومع ذلك فان هذه الصنعة المتقنة المبدعة ستتساقط على الارض انشقت السماء قطعا فهي يومئذ واهية اي ساقطة على الارض اسمع الى قول الجبار جل جلاله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وفي قراءة ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا السماء اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت
اذنت اي استجابت لنداء ربها وحق لها ان تستجيب، فمن ذا الذي يقوى على مخالفة امر الملك؟ واذا الارض مدت اي تمددت لتتسع لملايين الملايين والقت ما فيها وتخلت، طرحت ما في بطنها من الموتى وتخلت، اي اسلمت العهدة لرب السماء والارض، تخلت عن كل ما فيها، سلمت العهدة كاملة كما خزنتها كاملة، سلمت لله العهد. الارض امينة لن تنقص من العباد واحدا يوم القيامة، فنحن سنولد مرتين، مرة من ارحام الامهات الى عالم الدنيا، ومرة من ارحام الارض الى عالم القيامة. واذنت لربها وحقت، تخلت عن كل ما فيها ومن فيها. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في امكم الارض، اتقوا الله في امكم الارض، فانه ما من احد يعمل عليها عملا الا شهدت به امام الله يوم القيامة. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نحن، وقال الانسان ما لها اي شيء حدث لها، لماذا تزلزل هذه الزلزلة، ما لها؟ اذا كان ذلك كذلك يومئذ تحدث اخبارها، تنطق بما حدث عليها منا. من شرب الخمر فوقها قالت لرب العزة: هذا شرب الخمر علي. ومن زنى واتى الفحشاء شهدت عليه يوم القيامة، ومن اكل الربا شهدت عليه يوم القيامة. ما مبتدأ اسم استفهام يدل على الحيرة، ولها جار ومجرور خبرها، اي شيء حدث لها يومئذ تحدث اخبارها، من الذي امرها؟ بان ربك اوحى لها اتقوا الله في امكم الارض، اتقوا الله في امكم الارض. عندئذ اين تكون الملائكة وهم سكان السماء، والسماء قد تشققت، واذا السماء كشطت ازيلت، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله، برزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الغصان، مقيدين بالسلاسل، ماذا يلبسون؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اين الملائكة والملك على ارجائها يقفون على جوانب السماء؟ والارجاء جمع رجا كندا واندا، ويحمل عرش ربك فوق
التي هم حملته العرش يحملونه تعظيما وتقديسا وتكبيرا وتهليلا لمن يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك اي الملائكة على ارجائها اي جوانبها ويحمل عرش ربك والعرش جسم نوراني لا يعلم مداه الا الله. السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. حلقة صغيرة رميت في صحراء شاسعة واسعة. وما الكرسي بالنسبة للعرش الا حلقة في فلاة. وما العرش بالنسبة لعلم الله الا حلقة في فلاة. اذا حدث ذلك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ هذا هو جواب إذا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تعرضون يومئذ. تعرضون يومئذ. وحد الحي الذي لا يموت. وحد الذي سنعرض عليه جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يومئذ تعرضون. من الذي يميت ومن الذي يحيي؟ من الذي يميتنا ومن الذي يحيينا؟ من الذي يعيدنا ومن الذي يبدئنا؟ من الذي بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله؟ ان الذي امات هو الذي يحيي. يومئذ تعرضون. واسألوا هذا الميت الذي دخل الان. اسألوه. ماذا اخذ من دنياه? اسألوه وقولوا له ماذا اخذت? سأقول لكم الملك اليوم لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. معشر السادة الاعزاء استاذن ربي ان اجلس جلسة قصيرة. اعود بكم من القيامة الى هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها سيدنا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول سيدنا ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء ان جاهلية القرن العشرين اشد جهلا من الجاهلية الاولى.
الجاهلية الأولى كانت تؤمن بوجود الله، ولكنها كانت تنكر البعث بعد الموت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكنهم أنكروا أن هناك حياة بعد الموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. أما جاهلية القرن العشرين فقد أنكرت وجود الله وأنكرت البعث بعد الموت. على وجه الأرض 1200 مليون شيوعي لا يعرفون ولا يعتقدون أن للكون إله. ولقد عجبت وأنا أطالع هذه المقاطع لأحد فلاسفة لبنان، وهو من شعراء المهجر في أمريكا، قال عن البعث كلاما إن دل على شيء فإنما يدل على الإلحاد والكفر. ذلكم الشاعر هو إيليا أبو ماضي، الذي غنى له الموسيقار الدكتور كلاما يدل على الكفر الصراح. غنى الموسيقار لإيليا الملحد كلاما قال فيه: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت، وسابقى سائرا ان شئت هذا او ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. هذا كفر. جئت لا اعلم من اين، لا تعلم من الذي جاء بك، لا تعلم من الذي خلقك. لقد كانت رابعة رضي الله عنها اعلى مقاما، وكانت ارفع قدرا عندما سألها احد الناس: يا رابعة من اين والى اين؟ سألها سؤالين: من اين والى اين؟ اتدرون بماذا اجابت عن السؤالين؟ اجابت عن السؤالين بقوله تعالى: انا لله وانا اليه راجعون. اما ان تزيع الاذاعة على اسماع الموحدين، هذا الهراء، هذه الفلسفة الجوفاء: جئت لا اعلم من اين، لا تعلم من اين، من الله، ولكني اتيت عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ماذا يقول إلي يا أبو ماضي عن البعث؟ ماذا يقول عن البعث بعد الموت؟ يقول: أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء ودثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. إن أكن أبعث بعد الموت جسمانا وعقلا، أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا؟ أترى أبعث جزءا أم ترى أبعث كلا؟ ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي؟ لست أدري. إن يكن الموت هجوعا يملأ النفس سلاما، والعتاق الاعتقالا واتباعا
تجزع الارواح منه لست ادري. ان يكن الموت بعده صحو طويل فلماذا ليس يبقى عيشنا هذا الجميل؟ ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل ومتى ينكشف السر؟ يا صديقي لا تعللني بتمزيق الستار بعدما اقضي، فعقلي لا يبالي بالقصور. ان اكن في حالة الادراك لا ادري مصيري، كيف ادري بعدما افقد رشدي؟ لست ادري. هذا كلام يردده إليا أبو ماضي، أو بعبارة أرحب أفقا ترددها جاهلية القرن العشرين، ويرد عليها مولانا تبارك وتعالى بآيتين اثنتين، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اسمعوا الى رد الاله القادر: اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لا اله الا الله. اولا يذكر، الاستفهام هنا للتوبيخ، والواو عاطفة على مقدر. انسي الانسان ولا يذكر؟ أيغفل ولا يذكر أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ والله الذي لا إله غيره لو شاء الله لهذا الميت الذي بيننا أن يتكلم لقال لقد رأيت الله ووقفت روحي أمام خالقها. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. اعجب معي، لماذا لم يقل تعالى وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، انما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ لأنه لو تذكر خلقه ما قال هذا السؤال أبدا، ما قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لم تكن الإجابة قل يحييها الله، قل يحييها البارئ، قل يحييها المصور. حتى إذا لم تعترف بالله فأنا أقول لك يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحييها الذي أنشأها. ولذلك على الذين يقفون أمام قضية البعث يهزون الرؤوس، على كل واحد منهم أن يسأل نفسه هذا السؤال: أموجود هو أم معدوم؟ إن قال أنا معدوم فلا كلام بيننا وبينه، لأننا لا نستطيع أن نخاطب المجانين. إن قال أنا موجود فاسأله: من الذي أوجدك؟ يا من تنكر البعث بعد الموت، أجب على هذه الأسئلة: فيما خلقت؟ ومما خلقت؟ ومن الذي امدك بالغذاء؟ ثم من الذي امدك بالاكسجين؟ ثم من الذي امسك بميزان الحرارة في الرحم؟ ثم من الذي امر الرحم ان يخرجك منه والسبيل ضيقة جدا؟ اسأل نفسك فيما خلقنا، فيما، ما هي المصانع التي خلقنا فيها؟ مصانع كتب عليها ميد إن إنجلاند، مصانع جاءت من انجلترا او من المانيا، مصانع جاءت من امريكا؟ لا، خلقنا في مصنع عجيب. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ اين يقع هذا المصنع؟ طول
طوله 7 سنتي، عرضه 5 سنتي، سمكه 2.5 سنتي، اسمه الرحم، مكتوب عليه هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. هو كيف نشاء، هو لا كيف نشاء نحن، لا كيف تشاءون انتم، كيف نشاء هو. اذا كنا قد عرفنا طول المصنع وعرضه وسمكه فما هو ذلك المصنع؟ كيس عضلي كمثري الشكل على هيئة الكمثرى، على هيئة فاكهة الكمثرى، كيس خلقت في كيس يا مفتري، في كيس عضلي كمثري الشكل. اين يقع؟ في شبرا الخيمة، في حلوان، في المحلة، في اي المدن الصناعية يقع ذلك المصنع؟ يقع خلف المثانة امام المستقيم في بطن الام، خلف المثانة امام المستقيم. ما هي الاشعة التي صورنا الله فيها؟ اشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء، ما هي الاشعة؟ صورنا في ظلمات بعضها فوق بعض، ثم ماذا؟ جهز الرحم في داخله بمبيضين يفرزان بويضتين كل شهرين. جاء الرجل فباشر انساه فتدفقت قذائف المني، وكل قذيفة تحتوي على 100 مليون كائن منوي، 100 مليون كائن منوي لا يصلح منها الا واحد فقط. اذا فما الداعي الى هذه الكميات كلها يا رب ليقول لك ان عندي من المواد الخام ما لا يحصى عددا؟ وانا لموسع غني في كل شيء، ومع ذلك لو اجتمع اهل السماوات والارض على ان يخلقوا كائنا منويا واحدا لوقفوا عاجزين. كائن منوي لا يرى بالعين المجردة، انما يرى بالمجهر الالكتروني. ما حجم هذا الكائن؟ مفرطح الرأس، طويل الذنب، يسبح في السائل المنوي كما تسبح السفينة على امواج المحيطات. هذا الكائن يساوي 54/1000 من المليمتر، يسير بسرعة ملي واحد في الثانية الواحدة، ياخذ طريقه الى مكان الرحم، والرحم مظلم في ظلمات ثلاث: جدار الرحم وجدار البطن والمشيمة التي نلف فيها ونحن في بطون الامهات. اخذ طريقه الى بويضة الام واخترقها، والبويضة ضئيلة الحجم اخترقها، فلما تلبس بها في الظلمات صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض الا ينزل وان يخزن في الرحم. لماذا؟ ليصنع لك الله غرفة من الصالون يحيطك بدم الحيض، ليصنع لك التكات والمساند وجدار الرحم كالاسفنج يخزن الدماء كالاسفنج. جعل الله لك من دم الحيض مساند وسوسة تبلع المطبات.
حتى اذا اصطدمت امك في جسم صلب او وقعت في اي مكان رأيت معك من السسة ما يبلع المطبات. صناعة من؟ صناعة من هذه؟ تقدير من؟ هيا لك الرحم بدم الحيض، وجاء ببعض الدم الاخر فحوله الى معامل التكرير، فكرر لك دم الحيض من الاذى حتى يعود لك غذاء تتغذى به. من الذي اجرى لك الامدادات التموينية؟ انه الله، انه الله. ومرت المدد يتلو بعضها بعضا وانت في عالم الارحام لا تشعر بحر الصيف ولا ببرد الشتاء. اشتد الحر بحيث لا نطيقه، ومع ذلك فان الله اوجد لك جهاز تكييف في داخل الرحم. ما سمعنا الجنين يتأوه من شدة الحر، وما رأيناه يتلوى من شدة البرد. من الذي أمسك بالميزان؟ بميزان الحرارة جعل درجة الحرارة ثابتة صيفا وشتاء، وأمدك بالأكسجين فأصبحت تتنفس بتنفس أمك. ثم ماذا؟ تمت مدة الحمل وكان وزنك 7 أرطال، فكيف تعبر هذا الطريق الضيق جدا؟ كيف تعبر هذا الممر الضيق؟ قال تعالى: قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. لما اصبحنا ضيفا ثقيلا على الرحم صدرت الاوامر من الله الى الرحم ان تتقلص عضلاته ليطردك خارجه، ومع ذلك لم تستطع انت ان تنزل بنفسك مع انك تعيش في مكان ضيق ومظلم، تجلس واضعا يديك على وجهك بين ركبتيك، تجلس القرفصاء جلسة متعبة جدا، لو جلستها بعد ميلادك لوليت منها فرارا ولملئت منها رعبا. تجلس هكذا ومع ذلك لم تستطع ان تنزل نفسك بنفسك الا بعد ان تصدر الاوامر من العلام العليم، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، الا بعلمه، بعلمه هو. وجئت الى الدنيا عاريا، جئت الى الدنيا عاريا، ومع ذلك تخرج منها مكسورا بالكفن. جئت اليها عاريا وتخرج منها لابسا ثوبا جديدا يسمى الكفن. جئت الى الدنيا لا لك سن تقطع ولا لك يد تبطش، فأجرى الله لك لبنا في عرقين في صدر أمك، يخرجان لك لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء. فلما بلغت أشدك تبارز الله بالمعصية. إن عالم الأرحام مكتوب عليها: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. من الذي خلق فسوى؟ ومن الذي قدر فهدى؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ يا ابن آدم، ألم تنظر إلى المصانع الكيميائية التي أقامها الله داخلك؟ مصانع الغدد، مصانع الغدد الصماء التي تفرز افرازاتها داخل الدم. الافرازات نوعان: افراز نافع وافراز ضار.
سكريشن اكسكريشن، افرازات نافعة وافرازات ضارة كالبول والعرق ودم الحيض، افرازات نافعة كافرازات الغدد. انظرت الى هذه المصانع التي اقامها الواحد الديان، غدة نخامية، غدة درقية، غدة تيموسية، غدة صنوبرية، غدد تسمى البارا ترويق، غدتان تسمى الادرينالية فوق الكليتين. الكل يعمل بحساب، لو زاد الافراز قليلا ارتبك الجسم كله. فمن الذي يدير تلك المصانع؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك من الذي يدير تلك المصانع بهذا النظام. اسأل نفسك عن كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء. كرات الدم الحمراء تحمل الاكسجين لتوزعه على اعضاء الجسم. كرات دم بيضاء عبارة عن جيش الدفاع تظل في سكناتها الى ان يدخل الجسم ميكروب، فتصدر الاوامر من القيادة العليا الى كرات الدم البيضاء ان تتحرك فورا الى ارض المعركة وتهاجم الجراثيم. ولذلك ترى بعض الناس يخرج له دمل يسيل قيحا وصديدا. اتدرون ما هذا القيح والصديد؟ انهم شهداء المعركة من الكرات البيضاء، جيش الدفاع، جيش الدفاع. من الذي نظم هذا النظام؟ من الذي ابدع هذا الابداع كله؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، وعاد الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسان والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ من غير ربي؟ معشر السادة الاعزاء، من جادلكم في البعث فجادلوه في خلقه هو، ان الذي خلقه هو الذي سيعيده. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا، اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لقد جاء احد الملاحدة الى الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال له يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام سبحان ربي لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار. قال الملحد هل سمعت ربك؟ هل شممت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل زقت ربك؟ قال الامام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الملحد للامام يا امام فاذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا احسسته فمن اين تثبت ان ربك موجود يا امام؟ قال الامام للملحد يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال الامام هل لمست عقلك؟ قال لا. قال الامام هل زقت عقلك؟ قال لا. قال الامام هل شممت عقلك؟ قال لا. قال الامام أعاقل انت ام مجنون؟ قال انا عاقل. قال الامام فاين عقلك؟ قال موجود. قال الامام
جل جلاله موجود. الله جل جلاله موجود. يا معشر الإخوة الأعزاء، إننا نمر بأيام عصيبة. المسلمون تداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل أي النباتات الجافة التي يحملها الماء في مجراه. ينزع الله الخوف من قلوب أعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أحببنا الدنيا وكرهنا الجهاد في سبيل الله ووضعنا السلاح مع الأعداء فضربت علينا الذلة. وسيدنا أبو بكر الصديق يقول: احرص على الموت توهب لك الحياة. ولقد عجبت عندما أرسل أحد زعماء اليمن الجنوبية إلى شيخ الأزهر الشريف رسالة يقول له فيها: يا شيخ الأزهر، تدخل للمسلمين في اليمن الجنوبية فإن الإسلام يذبح هناك ذبحا. في اليمن الجنوبية كيف يذبح الإسلام هناك؟ جاءوا بالمصاحف في ميدان كبير وأحرقوها، وجاءوا على المساجد واغلقوا بعضها وحولوه الى مصانع، وحولوا المآذن التي كانت ترفع كلمة التوحيد الى مداخن، وجاءوا بعلماء المسلمين وصلبوهم امام الناس. من الذي قام بهذا؟ خبراء من روسيا وخبراء من المانيا الشرقية وخبراء من كوبا. الاسلام يحارب في كل الميادين. ومصر تمر الان بمرحلة عصيبة. فليبيا على الحدود الغربية تحتضن الشيوعية الحمراء. ولقد اسفت كل الاسف لحاكم ليبيا عندما وقف في احد المساجد، ولم اكن اصدق هذا الكلام حتى سمعته مسجلا وجاءني به احد الناس على شريط مسجل. وقف القذافي يخطب في المسلمين في المسجد ويقول لهم: سيأتي على المسلمين ايام يكونون فيها مثل النصارى، يقدسون محمدا كما يقدس النصارى المسيح. هكذا قال، ولو لم اسمعه باذني ما صدقت هذا الكلام. قالوا له: وكيف ذلك يا عقيد؟ قال: لا تقول سيدنا محمد، انما قول محمد، ولا تعمل بسنة محمد فليس لمحمد سنة. ليس هناك ما يسمى البخاري ومسلم. اذا فكيف ترد على قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وكيف ترد على قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ اتبعوني، اتبعوا من؟ اتبعوا محمدا. فكيف نتبعه وهو ليست له سنة؟ ماذا تفعل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني اصلي؟ لو لم نتبعه ما عرفنا الصلاة. من اين تثبت ان الظهر 4 ركعات وان المغرب 3 ركعات وان الركوع هكذا والسجود هكذا ان لم تأخذها من سيدنا محمد؟ وكيف قدسنا محمدا يا عقيد؟ كيف لا نحترم
تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، لم يقل ان الله وملائكته صلوا على النبي وانتهوا. لو قال صلوا لانتهت الصلاة الى هذا الحد، ولكنه قال يصلون صلاة دائمة مستمرة الى يوم الدين. فماذا نقول يا رب؟ قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عقيد، يا عقيد هداك الله، فان سبق في علم الله انك لن تهتدي فاسأل الله ان يجعل كيدك في نحرك، وان يجعل تدميرك في تدبيرك، لانك طبعت 5 ملايين نسخة من الكتاب الاخضر يطعن فيها في سنة رسول الله. 5 ملايين اموال سيدنا محمد يطبع بها الكتب ضد سيدنا محمد، اموال محمد تستغل ضد سيدنا محمد. لن نكون مثل النصارى يا عقيد، لاننا لم نقل ان محمدا هو الله، ولم نقل ان محمدا هو ابن الله، ولم يقل ان الاب والابن ومحمد اله واحد. انما نقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، اله واحد. فمن كان ارجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يا عقيد ان محمدا هو سيد الموحدين، وسنقول سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد واستاذنا محمد. وانف العقيد في اطباق التراب، سنصلي على محمد يا عقيد، وسنسيد محمدا يا عقيد. واذا كنت تريد ان تأخذ الرسالة من محمد فان الله يقول لك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد. كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر. هذا هو عقيد ليبيا. اما اسد سوريا حيث لا اسد هناك، حيث لا اسد هناك، وكذلك بعث العراق، الدولتان يحكمهما افكار مشيل عفلق، ومشيل عفلق صليبي حاقد استدعاه ايد ذات يوم وكلفه بقيام حزب البعث. وما انشئ حزب البعث الا لحرب محمد وامة محمد. مشيل عفلق كان يعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الثانوية بسوريا، فوقف يقرأ التاريخ ذات يوم فقال للتلاميذ ان محمدا لم يكن رسولا انما كان رئيس عصابة تقطع الطريق. كذبت يا عفلق، لم يكن محمد رئيس عصابة، بل انتم معشر الصليبيين انتم قادة العصابات الدموية. واسأل التاريخ يا مشير، كم من الناس قتل في الحرب العالمية على ايدي الصليبيين؟
21 مليون في الحرب العالمية الاولى. في الحرب العالمية الثانية 50 مليون. 71 مليون قتلوا في اقل من ربع قرن من الزمان. فكم عدد الذين قتلوا في الغزوات؟ كم عددهم؟ عدد الذين قتلوا في الغزوات 1018 في غزوات الرسول كلها. 1018. 259 من المسلمين و759 من المشركين. وما تحرك معسكر التوحيد الى معسكر الشرك ابدا، انما كان دائما معسكر الشرك هو الذي يتحرك الى معسكر التوحيد ليقضي عليه. فوقف معسكر التوحيد موقف الدفاع، والدفاع مشروع. والله علم المسلمين قائلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فأي عصابة، أي عصابة يا مشير؟ كان رأسها محمد، وهو الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو مشير عفلق الذي تحكم أفكاره سوريا والعراق واليمن الجنوبية تتحول إلى شيوعية حمراء، وافغانستان تحكم الشيوعية فتقتل 12,000 واحد في ليلة الثورة. 12,000. والحبشة تهددنا بمنع مياه النيل. الروس في الحبشة يحاولون ان يقيموا سدا على بحر تان وعلى النيل الازرق الذي يستمد منه نيلنا ماءه بنسبة 85%. يجب على الامة العربية ان تستيقظ لما يدور حولها. يجب ان نعلم ان حدودنا الغربية مهددة، وحدودنا الشرقية في سيناء مهددة، وحدودنا الجنوبية على حدود السودان والحبشة مهددة. ان لم نتزهد فسوف تأكلنا الذئاب. حتى مياه النيل، حتى مياه النيل سيقيمون عليها سدودا منيع، سدودا منيع. الاسلام حارب، وفي ابو ظبي القت السلطات هناك امرا، اصدرت امرا بجمع الاحذية التي تباع في المحلات هناك. لماذا يجمعون الاحذية في المحلات في ابو ظبي؟ لان الاحذية مكتوب عليها الله. الله. كتبوا لفظ الجلالة على الاحذية. وصلت بها الحال في حرب الاسلام الى هذا الحد. احذية تاتي من اليونان ويكتب عليها الله، يكتب عليها لفظ الجلالة، تداس بالاقدام وندخل بها المراحيض النجسة. افيقوا، افيقوا فالارض تهتز، والشيوعية تقشر عن انيابها، واذاعة دمشق وبغداد وليبيا لا تنام الليل من اجل صاحب الجلالة الاستاذ محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل الذي كان يعتقل من يشاء بغير حساب، الذي اودع الابرياء في السجون. حسنين هيكل هامان جمال عبد الناصر الذي كان سببا كبيرا من اسباب النكسة. الاذاعات لا تنام لان حسنين هيكل سيحقق معه. يا دمشق، يا بغداد، يا بني غازي، اين كانت شجاعتهم يوم وقف شهيد الاسلام سيد قطب في حبل المشنقة؟ ماذا فعل؟ ومع ذلك فان هيكل لن يشلق، واقسم انه لن يصاب باذى. هيكل يملك حزبا من المنجو في برقاش، ويتمتع بما لم يتمتع به القياصرة. اما اذا وقع المسلم
فلا تنفعه شفاعة الشافعي. يقدم للمشنقة بغير حساب. اذاعات الشيوعية غاضبة لان بعض الشيوعيين يحقق معهم في مصر. فاين كان غضبكم يوم نمنا في المراحيض في طرع ابو زعبل؟ اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا. اللهم ارفع راياتنا. اللهم فك اسرنا. ارحم ضعفنا. تولى امرنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحد الله لا إله إلا الله. اللي بيتق الله ويثبت على كلمة ربنا الله ويستقيم على ذلك دون ان يغير او يبدل فالملائكة دائما على اتصال به في محياه وعند مماته وبعد لقاء الله. اللي بيعرف ربنا وبيقول ربنا الله ومتوكل على الله ومعتمد على مولاه ولا يخشى سواه ولا يدين بالولاء الا له جل في علاه. الملائكة دائما جلساء. ولذلك شفوا الرجال بعد ما تسمعوا الصلاة على النبي. انا حضرة بمثالين ايام النبي. بس مش هختار ابو بكر وعمر والجماعة العمالقة الكبار. انا هختار اتنين سيدات من صحابيات رسول الله من الناس اللي النبي رباهم اللي القرآن رباهم. لا التلفزيون ولا الاتحاد الاشتراكي ولا حزب مصر ولا الشمال ولا اليمين ولا الوفد الجديد. انما انا بقول اختار اتنين من السيدات اللي تربوا على موائد القرآن. فاطمة بنت الخطاب اخت عمر. دي قالت ربنا الله. عمر ماشي مشيته الجاهلية ايام كان كافرا. واحد ابن اسمه نعيم بن عبد الله. انت عمر ماشي المشي دي رايح فين؟ قال له ذاهب لاقتل محمدا. عمر كان يحرص كل الحرص على ان يكون مصرع رسول الله على يديه هو. كان يريد ان يدخل التاريخ من اسوأ ابوابه ومن اشأم ابوابه. شوف راح عشان يقتل سيدنا النبي والنبي رافع سماعة التلفون اللي مكتوب عليها اذا سالك عبادي عني فاني قريب وعمال يقول يا رب عز الاسلام بعمر بن الخطاب. اريد حياته ويريد قتلي. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. عمر ماسك السيف
وامشي وكأن الارض لا تحمل غيره على ظهرها. راح فين؟ راح اقتل محمد. محمد بيعمل ايه؟ بيقول يا رب عز الاسلام بامرك. يا سلام يا سلام. قال له يا اخي ما تروح تقتل محمد، روح شوف اختك اللي عماله تقرأ كتاب محمد. ده اختك عماله تحفظ القرآن في البيت. قال مين دخل القرآن البيت؟ وقرآن ملون ولا مش ملون؟ لا، ده لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي، ده نور، ده نور. دخل التلفزيون؟ التلفزيون دخل القرآن عند بيت عمر؟ لا لا، زي واحد مغفل داك النهار كاتب في الاهرام بيقول يا اخوانا بلاش تقطعوا ماتش الكورة بالاذان، ما تضيعوش مزاجنا، ربما يجي جون وقت الاذان ما بيدن. شوف اللي خايف على جونه مش خايف من ربنا. واسمه ايه؟ محمد صالح، والله العظيم والله العظيم. ايه اسم محمد صالح؟ ايه هيدي من اسماء الابطال. اي اي صعبان عليه ان الشيخ رفعت يقول الله اكبر، صعبان عليه ان محمد لطيف يقول يا خسارة وقت ضايع خمس دقايق. حمدي 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 طلع بالكورة. قصيد ايه؟ صعبان عليك محمد لطيف ومش صعبان عليك محمد ابن عبد الله؟ بقى مش طاقة تسمع الله اكبر. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق لمن سمع منادي الله يؤذن فلم يجبه. يا سلام، ده ادي بلد محمد صالح. صعبان عليه ان ماتش الكوره ينقطع ثلاث دقايق عشان الاداء. قل لك ربما ان يجي جون وقت الاداء. طب هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يا محمد يا صالح؟ ربنا يتولى جزاءك يا شيخ. بعد اقتراح تبعته؟ طب ابعت اقتراح اقول لهم يا اخوانا بلاش تذيعوا ماتش الكوره في التلفزيون عشان الناس بتموت بعضها، البلد مصالحها بتتعطل والمواصلات بتتهبب وبتبقى البلد يا اما حمراء عندها حصبه يا اما بيضاء عندها انفلونزا وحاله. اي حاجه اي حاجه. ادي البلد. لا صعبان عليه الاداء. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله يرحم سعيد بن المسيب لما نام على فراش الموت بيقول يا رب يا رب لقد مضت علي 40 عاما ما أذن المؤذن إلا وأنا داخل مسجد رسوله. 40 سنة الادم ما قالش الله اكبر الا وانا داخل مسجد النبي. ادي الرجاله، ادي الرجاله اللي فتحوا البلاد وارشدوا العباد، اما نحن فقد ضيعنا البلاد والعباد. وحد وحد يا مسلم. اختي بتقرا قران؟ قال له ايوه. مش معقول اخت عمر بن الخطاب جبار الجاهلية بتقرا قرآن؟ طب روح شوف. راح خبط على الباب، عرفت ان دي خبطة عمر. قالت لخباب ابن الارط وسعيد ابن زيد جثة سعيد ابن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة. قالت له يا سعيد خد خباب واداري بيه لان دي خبطة عمر وانا عارفاه، لو دخلوا لقفتك المصحف هيقطعه. حرام عليك دخلوا الدار. سعيد خد خباب ابن الارط وقال له تعالى يا ابني ندخل احنا جوه وسيب القران مع فاطمه تحفظ فيه. دخل عمر سال فاطمه ايه اللي معاه كده؟ قالت له قران كريم. بدون تفاهم ضربها فتح راسه فاح دمها. ما هو داخل بقى حمران غضبان متضايق. انا القران يدخل بيتي؟ وده اسمه كلام؟ عمر بن الخطاب يدخل البيت بتاع القران؟ وبعدين لما شاف دمها سايح خديته الشفقه بيها. ايه يا فاطمة اللي معاك كده؟ قالت له قرآن. بتعملي بيه؟ بقراه. طب يا بنتي ما تديني اقرا شوف فيه. قالت له لا، ما تمسش الصحيفة دي الا لما تروح ترش على جسمك مية فانك مشرك لك. صلى الله لي ولكم العافية. والسلام عليكم ورحمة الله.